مشاريع التنمية التي بدأت في مختلف المحافظات، ومنها المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والكهرباء، ومنها الكهرباء والطرقات ومشاريع التعليم والصحة، سيكون لها أثر إيجابي إن شاء الله في المستقبل القريب. المملكة العربية السعودية تدعم الأخوة والأشقاء في اليمن منذ عقود، والبرنامج يكمل هذه المسيرة من خلال عمل مؤسسي ضمن استراتيجية تنموية لتنمية وإعمار اليمن مع المجتمع الدولي، مع المانحين الدوليين ومع البنك الدولي. أولويات عديناها في الحكومة، تم مناقشة هذه الأولويات مع الأخوة في البرنامج ووضعنا أسس لها، وسوف يتم تنفيذ جزء من هذا البرنامج والأولويات بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إضافة إلى مشاريع الأشغال العامة التي يندرج في إطارها إيجاد فرص عمل للشباب. التركيز في التعليم على كافة المجالات، سواء كانت المدارس العامة أو الجامعات أو الكليات أو حتى التعليم داخل المملكة، من خلال ابتعاث الشباب والشابات اليمنية لجامعات وكلية المملكة العربية السعودية بشكل دائم، وهو استمرار الحقيقة للماضي، لكن سيكون مركز بما يخدم الاحتياج للشعب اليمني وللإنسان اليمني.